دولة الرئيس الله يشهد أنت مبخوت، كل الوزراء معك الله يشهد مبخوت، يعني اللي يحكي عليك يكذب يعني. فكل الوزراء أنا علاقتنا الأخوية يعني حكومة متكاملة، وحتى الأخ معالي وزير الصناعة يمكن إحنا متعاونين وياه في كثير من الجوانب يعني. فيبارك فيك الله لأنه أنت مبخوت دولة الرئيس يعني. ما شاء الله يا ربي، يعني خليك خيمة لكل العراقيين وخاصة المظلومين وخاصة فئة عناية وزارتنا. أمانة دولة الرئيس أشكر دعمك إلي كأمرأة بالكابينة، وأشكر دعمك للوزارة حقيقة. يعني إحنا ككابينة كابينة بالفعل استثنائية، يعني أخوتي الوزراء ومدير المكتب والأمين العام كان لهم وقفة كل جميلة ولطيفة، وانطت صدى كلش كبير للمسيحيين واليزيديه انه الجميع عايدوهم بمناسبه اعياد الميلاد المجيديه وكذلك اعياد اليزيديين. دوله الرئيس ان شاء الله يكون عام نهايه عام 2020 خاتمه خير ودفع البلاء عن العراق بقيادتكم ان شاء الله، واحنا نشعر بما تقدمه من جهود كبيره ولا سيما في الجانب الامني، ولكن ما زالت معركتنا الكبيره هي جائحه كورونا واللجنه العليا للصحه والسلامه الوطنيه برئاسه دولتكم الكريمه حققت إنجازات كبيرة. يمكن العراق اليوم من أفضل البلدان على مستوى العالم من حيث الشفاء ونسبة الوفيات والسيطرة على الوباء. فباسمي وباسم كل منتسبي وزارة الصحة دولة الرئيس نتقدم بفائق الشكر والتقدير لدولتكم على الدعم المستمر للجيش الأبيض وما قدمته للجيش الأبيض، وكذلك إلى معالي الوزراء اللي حقيقة كانوا سند حقيقي بدعم جهود وزارة الصحة. كوزارة موارد مائية يعني قدم لك الشكر الكبير دولة الرئيس، وإحنا نعرف وأنا شخصيا نعرف حجم الشكاوي أو الضغوط التي تصل إلى حضرتك في موضوع الحملة اللي قامت بها الوزارة برفع التجاوزات، وتكون حضرتك سد منيع حقيقة إن كوزارة. دولة الرئيس بلغوني أنه إحنا رفعنا تجاوزات لم نستطع رفعها قبل 2003. أنا أريد أن أنقل لك شيء من الواقع الاجتماعي